حقيقة فيصل قتل نتيجة لموقفه من فلسطين والقدس، هو هذا السبب اللي قتله، لأنه قال أريد أن أصلي في القدس، وعارف أنه فيصل كان يقف مع عبد الناصر كل الإمكانات. يعني أذكر من أحد الناس المقربين من فيصل تحدثني الآن وأنا في زيارة السعودية، كان معه في أوروبا عندما سقطت القدس، قال أخذ يبكي، بقول له بتبكي ليش؟ قال له أنا ملك في دولة عربية وإسلامية وتسقط القدس وأنا في أوروبا ومش عامل حاجة، يعني يبكي لأنه تسقط القدس. قبلنا قرارات الأمم المتحدة، هل نقبل بتقسيم فلسطين؟ وهذا ما لا يمكن أن نقبله، ولو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود إسرائيل وبتقسيم فلسطين فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق. ونحن أيها الأخوة لسنا ممن يديرون المعارك من وراء المكاتب وأجهزة التلفون، فإذا حلت الساعة ودق جرس الحرب والنضال فسترونني أنا بنفسي وإخوتي وأبنائي أمامكم.